أيام قليلة وتنطلق بطولة العالم لليد مصر 2021، وتحديداً يوم 13 وحتى 31 من يناير 2021 في نسختها 27 بنظامها الجديد لأول مرة بمشاركة 32 منتخباً. وعلى قدم وساق تتواصل اجتماعات وجولات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية 18 وزيرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات كافة الصالات المغطاة المستضيفة للحدث العالمي لانطلاق البطولة بشكل يليق بمكانة واسم مصر أم الدنيا. مصر الدولة الأولى والأخيرة التي تحتضن مونديال اليد بنظامه الجديد بمشاركة 32 دولة، حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى أن جميع النسخ القادمة ستكون بتنظيم مشترك بين دولتين أو ثلاث دول، لتصبح أم الدنيا السباقة والمتفردة دائما في كل حدث رياضي. مصر استعدت للمحفل العالمي بإنشاءات خاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بتكلفة تقدر ب 13 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات المنفذة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن تلك الإنشاءات الحديثة التي تستضيف البطولة ثلاث صالات كبرى مجهزة بأعلى التقنيات الفنية في العاصمة الإدارية وتسع 7500 مشجع، وصالة برج العرب وتسع 5000 مشجع، وسادس من أكتوبر وتسع 5200 مشجع، وجميعها تأسست في عام 2020، إلى جانب تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تسع 17000 مشجع والتي تحتضن مباريات مجموعة منتخب مصر في المونديال. مرحبا بحضراتكم. الفقرة دي اللي بنتكلم فيها ان فاضل خلاص 3 ايام تحديدا وهتنطلق بطولة مونديال اليد مصر 2021، وخلينا نقول بس طبعا هي في اجواء مختلفة او اجواء خاصة تنظيميا وطبيا طبعا بسبب كوفيد 19. هنتكلم بقى عن كافة الجوانب وكمان الجوانب الفنية وكل ما يتعلق بهذه البطولة مع الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي واللي رافق كمان منتخب اليد في اكتر من بطولة خلال السنوات الماضية في مختلف الدول الأوروبية والعربية. يا صباح الخير على حضرتك. أهلا صباح الخير عليكم، برحب بيكم طبعا وبكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. منورنا منور القناة وسعداء بوجود حضرتك معنا. وعايزين في البداية خالص نستغل فكرة أن حضرتك مرافق دائم لمنتخب مصر كرة اليد وحضرت معاه كتير من الفعاليات وكتير من البطولات في دول مختلفة من دول العالم، بالتالي كيف ترى استعداد مصر حاليا لتنظيم هذه الاحتفالية الرياضية الضخمة؟ صحيح، يمكن أنا يعني الحمد لله زي ما حضرتك قلت أنا سافرت مع منتخب مصر تحديدا في ثلاث بطولات عالم خارج مصر، في 2011 في السويد، 2015 في الدوحة، 2017 في فرنسا. كنت كل ما بروح وبشوف بعناية الصلاة وبشوف الفعاليات بقول لا، مصر تقدر تعمل أحسن من كده بكتير. فعلا عندنا إمكانيات عظيمة، عندنا منشآت رياضية عظيمة، عندنا قدرات بشرية هائلة جدا. فعلا ده كنت بشوفه بره وبقول لا، مصر ممكن تعمل أحسن من كده. اللي احنا شفناه ده في وسط الظروف الصعبة ووسط جائحة كورونا اللي بتغزو العالم كله، مش هنا بس، في تحدي كبير جدا مصر عاملاه في البطولة دي تحديدا، بتوصل رسالة من وجهة نظري للعالم كله وللإنسانية، مش مجرد رسالة رياضية، إنه الحياة لا يمكن أن تتوقف أبدا في ظل كورونا، وأنه لازم دايما نحاول أن احنا ما نستسلمش وندور على حلول ونكمل الحياة بشكل طبيعي إلى حد ما، ولا يمكن أن نستسلم. ده أنا شايفه فعلا في بطولة مصر. بطولة مصر من وجهة نظري هي رسالة على كل النواحي، أكبر منها بطولة رياضية على مستوى الإنساني والمستوى الاقتصادي والمستوى الرياضي أيضا. أثق في قدرة مصر، وإن شاء الله بإذن الله واثق ان بلدنا هتعمل بطولة تاريخية، اي نعم على مستوى
الكورونا وتاريخيا ان شاء الله على مستوى حسن التنظيم والضيافه باذن الله. جميل، احنا هنتكلم في التفاصيل دي كلها، بس بقى زي ما كريم كده بدا احنا عايزين نتكلم عن المنتخب نفسه. تمام. وتعرفنا، واللي احنا عارفينه ان منتخب مصر يعني لليد هو قوي اصلا وفي كده امال كبيره، وان شاء الله كمان البطوله تكون مصريه، فكلمنا اكتر عن الفريق، خلي الناس برده تتعرف عليهم اكتر. طبعا انا دايما بقول ان منتخب مصر لكره اليد هو صاحب السعاده في الرياضه المصريه. دايما كده يعني الالعاب الجماعيه بيكون صعب ان انت تكسب بطوله او تاخد كاس عالم او تحقق انجاز بالمعنى العام يعني، لكن منتخب اليد خلى ان سقف الطموح يرتفع عند الشعب المصري كله. شفنا كله في 2019 تحديدا بدات بمنتخب الشباب كسب برونزيه العالم، وده كان انجاز عظيم ان احنا نكسب برونزيه العالم للشباب. بعديه بايام قليله وشهر تحديدا كان منتخب الناشئين مواليد 2000 بيكسب بطوله العالم نفسها، يعني كان حاجه لا تصدق فعلا ان منتخب مصر يكسب بطوله العالم، فريق جماعي ياخد اللقب ويرفع الكاس. وبعد ساعات من ده وصولهم مطار القاهره كان الرئيس بيستقبلهم استقبال يعني حافل جدا في رساله مهمه انه الشباب هو الذخيره المهمه للبلد، وده كانت رساله مهمه جدا. بعديها بشهور المنتخب الاول بيكسب بطوله كاس الامم الافريقيه في تونس، وعلى حساب تونس اللي هو المنتخب المنافس المباشر لنا في القاره. دي كلها انجازات عظيمه لمنتخب مصر لكره اليد. منتخب مصر بيشارك في البطوله وهو ثامن العالم في اخر بطوله في 2019 كان التنظيم مشترك بين المانيا والدنمارك. اذا منتخب مصر مش موجود في البطوله من اجل التمثيل المشرف فقط، ولكن من اجل الذهاب بعيدا الى ابعد نقطه ممكنه. الناس طبعا بتتكلم دلوقتي على هل احنا جاهزين كمنتخب في ظل الظروف الصعبه دي. احنا يعني مش بنختلق اعذار للمنتخب بقدر ما انه بنحط الناس في الصوره. المنتخب كان لازم يلعب مباريات وديه قويه، وده طبعا كله كلام قاله مجلس اداره الاتحاد وقاله الجهاز الفني، ولكن بسبب الظروف الصعبه ما قدرناش ان احنا ننفذ كل البرنامج اللي كان معد. منهم مباريات قويه كانت هتتلعب في طوكيو السنه اللي فاتت 2020 في اولمبياد طوكيو، ولكن بسبب الظروف اللي فيها العالم تم تاجيل الاولمبياد لشهر 7 السنه دي 2021. الكلام ده يخصنا احنا بس ولا كمان الفرق والمنتخبات المنافسه؟ ما هم كل يعني العالم صحيح. كله بيمر بنفس الظرف، فلو دي نقيصه عندنا فبطبيعه الحال هي نقيصه كمان عند المنافسين. نقطة مهمة، ولكن هم عندهم أفضلية، احنا بنتكلم على الدول اللي هتنافسنا. الدول الأوروبية عندها الميزة انه تقال داخلي؟ لا، ان هو عندهم الدوري المحلي نفسه دوري قوي وشغال، وعندهم دوري أبطال أوروبا شغال بيلعبوا مباريات، الفرق بتلعب مباريات مع بعض بشكل مستمر، ففي قوة في الإعداد حتى على مستوى الأندية، فاللعيب بيكون جاهز لما بيطلع من النادي للمنتخب. عندنا عدد من اللاعبين المحترفين، ودول اللي احنا بنعول عليهم كتير جدا في البطوله. عندنا يعني محمد سند واحمد هشام السيد محترفين في فرنسا، عندنا محمد ممدوح هاشم واحمد خيري محترفين في رومانيا، في اكتر من لاعب، في علي زين بيلعب في الدوري الاماراتي، في اكتر من لاعب احنا حاطين عليهم امل كبير، طبعا يحيى خالد في فيسبرم في المجر، وده من اهم 4 فرق على مستوى العالم. فبالتالي لا، عندنا اكتر من مجموعه، لكن على مستوى الاعداد كمنتخب وكمباريات وديه مع التصنيف الاول ده ما حصلش. يمكن احنا لعبنا مباراتين وديتين مع منتخب اليابان في الاسبوع الماضي، هو ده كان الاخير لمنتخب مصر، ولكن على المستوى النفسيه للاعبين في يعني طموح كبير جدا، وفي حماس كبير جدا عند اللعيبه، وفي تصميم واراده غير طبيعيه ان احنا ان شاء الله هنحاول نعمل انجاز على بلدنا هنا على ارضنا. اخر انجاز عملناه وافضل انجاز للمنتخب الكبير كان رابع العالم في 2001، فاحنا هنحاول باي شكل نوصل للمربع الذهبي وفي مباراه الدور قبل النهائي لكل حدث حديث ان شاء الله. طيب استاذ حسام، كناقد رياضي يعني راي حضرتك ايه في النقطه برضو اللي حضرتك ذكرتها سريعا، وهنا الطفره الرياضيه اللي حاصله في مصر؟ يمكن احنا سنوات كتيره جدا واحنا كمان كبرنا على رياضات معينه هي اللي موجوده، الرياضات الجماعيه يمكن هي اللي كانت بتجيب لمصر الميداليات، ولكن ليس هناك كان تركيز قوي عليها. في طفره فعلا في الفتره الاخيره، وفكره اهتمام الدوله كمان بالرياضه اثر بشكل كبير كمان على نفسيه اللعيبه، فكره التكريمات صحيح. المختلفه، وفكره هنا برضو اللاعب ابتدى يعني يحرص ان هو ابتدى يتلقى كمان الرعايه المتكامله من اداره فنيه ومثلا برضه دعم مادي وغيره، فده كله بينعكس على في الاخر النتيجه اللي بنطلع بيها. فخليني كناقد رياضي اروح مع حضرتك برضه لاسباب ده من وجهه نظرك، وازاي ممكن في الفتره الجايه نشهد برضه طفره ثانيه.
انا في وجهه نظري انه جزئين مهمين جدا طبعا، غير الدعم المادي والدعم المعنوي والتخطيط والكلام ده كله، الاهتمام بالناشئين، بقطاع الناشئين ده مهم جدا جدا جدا. احنا بنشوف دلوقتي منتخب مصر لكره اليد للناشئين هو بطل العالم، فلما اللعيب بيطلع هو بطل واخد على البطوله من البدايه من صغره، خلاص بيبقى ده تباعا في المراحل التاليه، هو عايز يلعب على البطوله وليس من اجل التمثيل المشرف فقط اللي ياما سمعنا عنه، والبلد بتصرف كتير جدا على ابطالنا وعلى منتخباتنا وفي الاخر بنكتفي بس بالتمثيل المشرف. لكن ده كان مهم جدا انه فعلا سقف الطموحات يرتفع، وانه المسؤولين ما يتكلموش مع اللعيبه بس مجرد انه احنا عايزين نروح نعمل نتيجه كويسه ونرجع، لا احنا عايزين نعمل انجاز، وانه انت تحاول ان التاريخ لا يذكر الا البطل، بتروح بتعمل بتادي الله برافو وبترجع بعد كده ايه اللي بيحصل، ما حدش هيفتكر حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه، المنتخبات فعلا منتخب مصر على كره اليد تحديدا خلال السنوات الماضيه كان عنده فرص مهمه للاحتكاك مع منتخبات اوروبيه قويه في مباريات وديه، فده خلى الحاجز النفسي اتكسر. انا كان دايما بلعب مع منتخبات في افريقيا، لما بلعب مع اوروبا بحس ان انا لا دول احسن مني دول افضل مني، لكن لما بلعب مباريات وديه قويه دايما معاهم وباجي العبهم تاني في المباريات الرسميه بحس ان انا خلاص ما انا عارفه. اليابان وفوزنا على اليابان قبل كده برضو اكتر من مره، يعني احنا برضو في مستوى كويس جدا. انا بتكلم كمان على المنتخبات الاوروبيه اللي دايما بتكون هي كتف بكتف او هي المنافس ليا في الأكبر. اي بطوله خاصه في الالعاب الجماعيه تحديدا صحيح. يعني كره اليد بنتكلم عن اوروبا هي المسيطره، يعني منتخب فرنسا هو حامل لقب ست القاب، اخر بطوله منتخب الدنمارك، فالمنتخبات دي خلاص هي المصنفه، فبالتالي انا دايما معاهم راس براس دلوقتي وبلعب وبحاول، وكمان عندي مجموعه من المحترفين بره ان هم خلاص خدوا على الدوريات الاوروبيه واللعيبه دي اللي في المنتخبات هتيجي مصر لا ده زميلي في الفريق، فالامور طبيعيه جدا. يعني احنا عرفنا من حضرتك قبل ما تنورنا على الهواء مباشره شويه تفاصيل كده عايزين برضو نعرفها للمشاهدين، منها تفصيله ان كاس العالم الايد او صحيح. اليد اللي ماسكاه اللي صممها ونحات مصري فعلا. صح كده؟ لا اليد نفسها يد مصريه. يد مصريه. يعني دي فعلا من التفاصيل المهمه اللي الناس بتحب تعرفها، انه نسخه كاس العالم نفسه اللي البطل بيرفعها وبيحتفل بيها في النهايه، النسخه دي هي نسخه جديده ظهرت لاول مره في 2015 في بطوله 2015. اليد نفسها اللي على الكاس اللي هي شايله الكوره دي اليد اللي النحات اللي الالماني عمل عليها يد الكابتن علاء السيد. هو مصري، هو حاليا رئيس لجنه المنتخبات في الاتحاد المصري لكره اليد، وهو عضو لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي لكره اليد. طب ما ينفعش بالتالي ان يد ثانيه غير مصريه هي اللي ترفع الكاس في المونديال؟ بنحلم وبنتمنى، وانا عارف ان الطموح يعني غير منتهي عند اللعيبه، بس هم اتعودوا بياخدوا خطوه بخطوه. برضو من ضمن التفاصيل اللي حضرتك قلت لنا عليها تفصيله ان النهارده ان شاء الله اولا احنا لازم نقف عند تفصيله ان المونديال ده بيتم تنظيمه في ظروف استثنائيه صحيح. بالمعنى الحرفي للكلمه صحيح. فكره ان هيكون في فقاعه طبيه سيخضع ليها او هيكون من خلالها كل التواجد آمن صحيا إن شاء الله، فكرة إن 32 منتخب بيلعبوا في دولة واحدة وده برضو غير مسبوق ولن يتكرر على حد علمي الفترة الجاية، كل الظروف الاستثنائية دي فكرك ممكن تشجع وتبقى حافز إضافي عشان إحنا أقصد إحنا اللاعبين والدولة ككل الحقيقة، هل ده ممكن يكون حافز إضافي وتحدي يخلينا مصممين على الفوز؟ طبعا انا بقول انه دايما البطل بيولد من رحم المعاناه والانجاز بيولد في ظل الظروف الصعبه. ما هو انا لو الامور كلها طبيعيه وسهله بالنسبه لي مش هحس حتى بطعم الانجاز اللي انا بعمله. فاحنا تعودنا دايما حتى في مصر دايما بشكل عام انه بتلاقي في صعاب فانت بتعدي، وتلاقي في حواجز وانت بتعدي، فبتحس ان انت عملت حاجه، لا في انجاز بيحصل، حظنا كده وقدرنا كده، يعني ده شيء طبيعي. ربنا أراد أنه في الفترة دي يكون في جائحة ويكون في كورونا ويكون في كل الحاجات اللي بتدور حوالين البطولة. مصر أصرت أنها تعمل البطولة في, 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 في الوقت الحالي بتوفير أعلى درجات الأمان الممكنة لتوفير السلامة لكل الوافدين إن شاء الله بإذن الله. على مستوى اللاعبين هم شايفين أن دي فرصة لن تتكرر لهذا الجيل. إحنا مصر بتستضيف البطولة يعني ممكن بعد 20 سنة تاني على الأقل نستضيف بطولة عالم. استضفناها في المرة الأولى سنة 99،
ودي المرة الثانية فبعد 22 سنة فانت بالنسبة لك فرصة يعني مش هتتكرر. انت محظوظ ان انت كلاعب موجود في الفترة دي وموجود في الوقت ده بكل الاحداث اللي فيها، علشان لما ربنا يكرمك بإذن الله وتعمل انجاز تفتكر الذكريات دي كلها وتتكلم عنها وتحكي عنها. انا 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 عارف وعايش معاهم لحظة بلحظة ايه اللي بيحصل. فعلا في ضغوط كتير جدا وفي يعني احساس غير طبيعي انه في ظروف صعبة كل شوية بتظهر، تحديات صعبة، ولكن كل ما كان التحدي أصعب كل ما كان الإصرار أكبر. ده فعلا اللي موجود داخل منتخب مصر على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني داخل اللجنة المنظمة. اللجنة المنظمة العليا على فكرة بيترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعاه 18 وزير، مقرر اللجنة العليا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة التنفيذية للبطولة طبعا برئاسة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب. في مجهود غير طبيعي بيحصل على مستوى التنظيم ومستوى الإعداد لتحدي كل الأمور اللي ممكن تحصل. الجميل كمان في الموضوع الإنشاءات اللي حصلت اللي ممكن نتكلم عنها بالتفصيل، بس يعني لما نرجع بقى من الفاصل ده، فاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع الأستاذ حسين. اتفضل. كلهم شدوا حيلكم يا رجاله، وان شاء الله الكاس من نصيب مصر، وان شاء الله البطوله تكون سهله عليكم، ان شاء الله نفرح وتفرحوا مصر كلنا. فكره ان البطوله تنظم عندنا في مصر دي ما بتتكررش كتير، بس احنا بالنسبه لنا كشعب نتمنى بس المنتخب، احنا مش عايزين نتيجه على قد ما بنحب نشوف اداء في المباراه. احنا فخورين بيكم طبعا ان انتوا بتلعبوا في بطوله زي ديت في محفل عالمي طبعا، والعالم كله بيتفرج علينا، فعايزين اداء اكيد يعني احنا نشرف ان احنا يبقى ده منتخب مصر اليد. البطوله بتقام على ارضنا، فاحنا لازم يكون لنا حظ باذن الله كبير فيها، واللاعبين بتاعتنا برضو معودانا على المستوى الجيد في اخر بطوله، كنا طالعين بمركز مشرف، فكمان لما تكون البطوله على ارضنا ده لازم يكون حافز للعيبه ان هم يموتوا نفسهم ويجيبوا اقصى ما عندهم، بحيث ان احنا نطلع مركز كويس ونحقق البطوله. ممكن ما فيش حاجه بعيده ولا حاجه، واحنا اللعيبه بتاعتنا برضو رجاله وتقدر تعمل كل حاجه باذن الله. عايزين نقول لهم ان مصر امانه في ايديكم، وان شاء الله البطوله بتاعتنا، وان شاء الله نقدم حاجه كويسه للبلد، ويبقى مثال كويس نحتذى بيه، يعني ان في ظل الظروف الصعبه دي ان احنا نقدر نقدم بطوله كويسه، وان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله. كلهم شد حيلكم، ودي اول بطوله تتعمل في مصر، واحنا وراكم هنشجعكم، وباذن الله تكسبوا البطوله وتفرحونا كلنا ان شاء الله. يعني زي المره اللي فاتت عملنا شغل حلو واقصينا فرق كبيره، ان شاء الله المره دي تبقى احسن من المره اللي فاتت باذن الله، وربنا يوفقهم كلهم لعيبه الاهلي والزمالك مع بعض يعملوا احلى شغل ان شاء الله. نقول لهم بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يجعلها فوز لمصر في كل المجالات. كره اليد غاليه علينا، ان هي بتعتبر في المرتبه الثانيه عند المصريين بعد كره القدم، وحاجه هتشرف البلد قبل اي حاجه، وبتعمل دعايه حلوه لمصر، وحاجه بتشرف مصر على المستوى الدولي، وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح. بنشد حيلنا ان شاء الله البطوله كاس العالم على ارضنا، واحنا دايما على فكره في اليد بنحقق نتائج جميله جدا. افتكر مره تقريبا يعني حققنا الرابع على العالم في اليد، فالمره دي البطوله على ارضنا، فان شاء الله يكون المركز افضل يعني، ونحقق نتيجه افضل، خصوصا ان الموضوع على ارضنا، واحنا زي ما قلت لك في اليد بالذات منتخب قوي جدا، وان شاء الله نحقق احسن حاجه ممكنه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاهم ويوفقهم. احنا متعودين على منتخب مصر ان هم رجاله دايما وبيشرفونا، في نجوم كتير زي احمد الاحمر وزي نجوم كتير قوي في المنتخب، منتظرين منهم الكتير، خصوصا ان دي اول بطوله تكون في مصر، اول كاس عالم يكون في مصر، فاحنا مستنيين منهم دايما زي ما بيشرفونا بره يشرفونا جوه في البطوله دي، واحنا بندعمهم وراهم ان شاء الله. والله بقول لهم يا شباب شدوا حيلكم، وان شاء الله المنتخب منتخب كبير وهيثبت وجوده ان شاء الله باذن الله في كاس العالم، ودي فرصه كبيره جدا جدا ان اول مره كاس العالم لكره اليد تلعب في مصر، وحاجه تشرف اي بلد واي حاجه، وانتم تثبتوا وجودكم ان شاء الله باذن الله، كاس العالم هيبقى من نصيب ان شاء الله تاخدوه، تستاهلوا ان شاء الله، موفقين يا رب، وشدوا حيلكم، وعايزينكم كده تبيضوا بوشنا ان شاء الله. قال لهم شدوا حيلكم يا رجاله، كل شعب مصر وفي ظهركم، وان شاء الله نحفزكم ومعاكم من اول البطوله لاخرها ان شاء الله قلبا وقالبا، والشعب المصري كله وراك يا رجاله، وشدوا حيلكم يا رجاله، وان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. ربنا يوفقكم، حاجه جميله جدا ان انتم بتشرفوا مصر وبتلعبوا على ارضنا في مصر، نتمنى ان هي يعني تكون حاجه مشرفه، شرفونا المره اللي فاتت في بطوله العالم لليد برضو، خدوا ثالث عالم، نتمنى المره دي ان شاء الله ربنا يوفقهم ويعملوا حاجه كبيره يعني. ان شاء الله مصر تعيش برجالها وبرئيسها
وبجيشها يكونوا قويين، وان شاء الله نتمنى من اخواننا المصريين يكونوا قد الحمل ويكسبوا الكاس العالمي، وان شاء الله اول مره يلتعب بمصر، وان شاء الله تعيش مصر ويعيش رجاله مصر. اللهم ربنا يوفقكم وان شاء الله كلنا وراكم، وباذن الله تظهر البطوله في احسن صوره. يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا من خلال هذا التقرير، كل المصريين عندهم امال ويعني طموحات كبيره جدا كلها منعقده حول الحصول على لقب هذا المونديال. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. انا بس في حوار كده دار ما بين نهاوند وضيفنا العزيز استاذ حسام، كانت بتتجاذب مع اطراف الحديث حوالين نقطه انا شايف ان هي مهمه جدا، معلش انا بستاذنكم نعيد الحوار فيها للنقطه هي الانشاءات. صحيح اللي احنا اتكلمنا عنها قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن فكره هنا الانشاءات وهذه الطفره صراحة يعني اللي حصلت. وحضرتك بتتكلم ان سنة 99 احنا استضفنا بطولة، ولكن اعتقد هيبقى في فارق كبير طبعا جدا طبعا في السنين دلوقتي طبعا. احنا بنتكلم طفرة انشائية رائعة، صالات يمكن كمان البعض بيعتقد ان هي هتغطي البطولة دي بس، لكن لا، استمرارية موجودة في استخدام هذه الصالات والرياضات كمان مختلفة، والعائد كمان الرياضي اللي ممكن اقتصادي الرياضي اللي ممكن يجي من الصالات دي اعتقد ضخم جدا. فخلينا نروح للجزئيات دي عشان برضو يبقى في توضيح للناس. صحيح، ده مهم جدا انه البعض بيتحدث عن اللحظه الانيه الان، احنا الصالات دي دلوقتي طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لا، الصالات دي صالات متعدده الاغراض. بعد بطوله العالم لكره اليد ده اول استخدام ليها، بعد انتهاء بطوله العالم الصالات دي بتستخدم في كره اليد، كره السله، كره الطائره، كره الصالات، اي العاب جماعيه داخل الصالات ممكن تتلعب على الصالات دي. أنا لما رحت فرنسا 2017 مع المنتخب، كانت بطولة العالم في فرنسا، ودخلت شفت الصالة في باريس، أنا سمعت منهم إنه الصالة دي بعد البطولة بتتحول لمسرح، بيتعمل عليها عروض شو وعروض فنية وغيرها. أنا ما كنتش متخيل إزاي ده بيتعمل. بعد ما رجعت بدخل تاني على السايت بتاع الصالة، لقيت فعلا إنه لا، ده في فعلا حاجات بتتعمل على الصالة، مسرح بيتقلب والمدرجات موجوده، الناس بتتفرج على عروض بتتعمل، وكمان بتتعمل قاعه للتزلج على الصاله دي نفسها. يعني صاله متعدده الاغراض. بالظبط، فمش بس كره يد. ده بيقول انه فعلا الدوله بتعمل حاجه لسنين جايه كتير. ده فعلا بقى دايما بنتكلم على الاستدامه في اي حاجه، مش مجرد اللحظه اللي احنا واقفين. اللي خلانا نقول الكلمتين دول ايه؟ عشان لما عرفنا من حضرتك ان تكلفه انشاء واستحداث الثلاث صالات الجداد في برج العرب والعاصمه الاداريه الجديده و6 اكتوبر، الى جانب تطوير الصاله الموجوده في القاهره، بلغت اجمالي التكلفه فيها 3.5 مليار جنيه. فكنت حتى بقول لك من شويه، قلت لك ايه لازم، هتلاقي في النص هيطلع لك حد يقول لك وايه لازمه الارقام. عشان كده بس يعني خلينا نوضح. شفنا ده كتير بالمناسبه يعني، بس انا يعني نقطه مهمه جدا يعني حضرتك اثرتها يا استاذ كريم، انه البعض فعلا بيتكلم هو ليه احنا بنحط الفلوس دي كلها هنا، ما في حاجات تانية او لا مش عارف ايه. لا يعني لا يغني شيء عن شيء، يعني ايه الضرر بالزبط. ان انا بعمل مستشفيات واعمل مدارس وبستثمر في الرياضه في نفس الوقت. الاستثمار الرياضي هو يمكن بعض لسه ما عندوش الثقافه بتاعتها، لكن حضرتك بتتكلم صح جدا. الاستثمار الرياضي ده بعد كوفيد 19 باذن الله هيجيب عائد كبير جدا. الصالات دي ساعه كبيره من الناس ممكن ان هي طبعا تحضر باذن الله. استاذ حسام، للاسف الوقت بيجري، ولكن طبعا نرجع تاني ناكد يعني عن اهميه هذا الملف، وزي ما كنا بنذكر وهنفضل نقول هو يعني حدث عالمي على ارض المصريه طبعا. ان شاء الله يكون بيليق بالبلد، ان شاء الله يشرفنا كلنا، واحنا واثقين ان ده هيحصل، ونرجو في الاخر ونتمنى كمان ان الفوز يكون مصري. مشكورك جدا استاذ حسام، واسفين لان بس الوقت جري مننا. شكرا. انا استمتعت بوجودي معاكم، بشكركم وشكرا لكل مشاهدي قناه النيل. احنا اللي استمتعنا، واحنا اللي بنشكر حضرتك، نورتنا، وان شاء الله نرجع نلتقي مع حضرتك من جديد على خير باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يخليك.